أهلا بكم. لماذا الفساد ينمو في العراق ويترعرع وتتنوع أشكاله وطرقه وتحديثاته تزامنا مع تطورات التكنولوجيا وأساليب الفساد والسرقة الحديثة؟ لماذا القائمون على عمليات الفساد المالي والإداري في العراق يتمتعون بصلاحيات واسعة ومناصب رفيعة تمنحهم الحصانة الكافية؟ ما سبب عدم خضوعهم للقانون مما يجعلهم فوق السلطة؟ من المستفيد من جبل الفساد العظيم الذي ظهر بالتشكل بعد احتلال العراق عام 2003؟ وإلى أي مدى أسهم القضاء في استمرار سياسة الإفلات من العقاب حتى لم يعد إعلان عمليات السرقة شيئا مخجلا ولا يشكل أي تخوف من العقاب أو الفضيحة؟ فبات الجميع من نظام المحاصصة يفضح الجميع. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام جبل الفساد العظيم الذي يقوده نظام المحاصصة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. سيكون معي في هذه الحلقة وأرحب بضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وأستاذ سمير وبالمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله دكتور. أرحب الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد مرحبا بك. مرحبا حياكم الله. وأرحب أيضا بالدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال مرحبا بك. مرحبا. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. مع كثرة من يدعون محاربة الفساد في العراق من الطبقة السياسية والمتجحفلين معها، إلا أن الفساد ينمو ويترعرع وتتنوع أشكاله وطرقه وتحديثاته تزامناً مع تطورات التكنولوجيا وأساليب الفساد والسرقة الحديثة. القائمون على عمليات الفساد المالي والإداري في العراق يتمتعون بصلاحيات واسعة ومناصب رفيعة تمنحهم الحصانة الكافية، وبالتالي عدم خضوعهم للقانون مما يجعلهم فوق السلطة، فتتم بذلك جميع عمليات الفساد برعاية كاملة من تلك الطبقة الفاسدة والمتنفذة في مفاصل الدولة. حكومة الإطار التنسيقي تعيش حالة من الاضطراب، لا سيما فضيحة شبكة جوحي وتصريحات رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وما تبعها من ردود فعل سياسية وشعبية. لكن الغريب في الأمر أن الجميع متفق على وجود الفساد بشكل كبير وغير مسبوق دون اتخاذ أي خطوة في منعه، مما يدل على اشتراك الجميع فيه. فها هي اللجنة المالية النيابية تشير إلى خلل في عمل الجمارك، بينما كشف عضو مجلس محافظة بغداد أحمد الربيعي أن مشروعاً واحداً لأمانة بغداد لصبغ الشوارع كلف مبلغ 1,400,000,000 دينار عراقي لم يستمر سوى 8 ساعات فقط على الأكثر، ومن ثم تلاشى. فيما كشف النائب ثائر الجبوري أن المتهم نور زهير مجرد عربة لتحميل الأموال لصالح جهات فاسدة، مضيفاً أن سرقة القرن لا تزال مبهمة. وفي ذات السياق كشف تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي عن تورط عدة أطراف بحكومة السودان، بما في ذلك وزارتا النفط والنقل وشركة سومو، بالتورط في تهريب النفط العراقي لصالح الخزينة الإيرانية. سياسة الإفلات من العقاب شجعت الأحزاب والميليشيات على المضي قدماً في ارتكاب جميع أنواع الفساد، بل لم يعد إعلان عمليات السرقة شيئاً مخجلاً ولا يشكل أي تخوف من العقاب أو الفضيحة، فبات الجميع يفضح الجميع، والقضاء الفاسد هو الآخر يقف صامتاً متفرجاً أو مشتركاً أو مرتشياً في جميع عمليات الفساد التي تجري في العراق. أبدأ معك أستاذ فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. دكتور فاروق، يعني بات الفساد جبلاً عظيماً
يعني نشأ وتم تكويره وتكوينه وبناؤه منذ عام 2003 وحتى الآن، حتى باتت سرقات عظيمة جدا تعتبر سرقة القرن قطرة في بحر منها. نتحدث عن سكك الحديد، نتحدث عن ملف الكهرباء، نتحدث عن ملف الصناعة، نتحدث عن ملف الزراعة. الفساد عظيم ويكبر كل سنة، ونحن ندخل السنة 21 وحتى سوف نتعداها، والفساد في العراق صبغة نظام المحاصصة. يا ترى من وجهة نظرك أين القانون؟ أين القضاء؟ من المستفيد من سياسة الإفلات من العقاب؟ الحقيقة أن الفساد لم يبدأ اليوم ولم يبدأ قبل سنة أو سنتين. مع بداية الاحتلال بدأت عملية الفساد من خلال منح سلطات لما يسمى بالمجموعة اللي مجموعة 25 شخص وبعدها الجمعية العامة. هؤلاء منحوا امتيازات ومنحوا منح كبيرة منحها الحاكم العسكري، مضاف إلى ذلك الامتيازات الخاصة اللي تمتع بها الوزراء من خلال الاستقلالية وعدم تبعيتهم إلى أي جهة مشرفة، كما حال مع البدايات الأولى. يعني إذا نتذكر حازم الشعلان أو أيهم السامرائي أو عبد فلاح السوداني، هذه مع السنوات الأولى للاحتلال ومبالغ تجاوزت، عبد فلاح السوداني تجاوز المليون دولار، حازم الشعلان تجاوز المليار دولار، نفس الشيء بالنسبة أيهم نصف مليار. فإذا الفساد هو مستمر منذ اليوم الأول للاحتلال. وللأسف عندما نتحدث الآن، يعني الشيء العجيب أنه القضاة فيما بينهم الآن، يعني ما ظهر بالقاضي حنون حيدر حنون واتهامه لضياء جعفر بالتستر على ملفات فساد، هذا يعني إذا كان القضاء هو يغطي للعملية الفساد، فإذا كيف يمكن أن يكون هناك محاسبة لأي مسؤول من المسؤولين؟ إذا ميزانية عام 2014 اللي هي تجاوزت المليار 142 مليار دولار في زمن المالكي لا زال لم يحاسب عليها، ولا زال المالكي يحتل موقع قوي جدا في الدولة وربما يكون الموقع الأول. فإذا الفساد مع الأسف مستشري من خلال عدم المحاسبة وعدم الجدية بالمحاسبة، ومن خلال يعني السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وإضافة إلى المحافظين، كلهم بدون استثناء طالتهم مساء الفساد كثيرة ومنذ عام 2004 ولحد الآن. من الغريب جدا أن نظام المساءلة والمحاسبة يغيب في العراق وسياسة الإفلات من العقاب مستمرة. نظام المحاصصة الطائفي في العراق غلبته صفة الفساد، فصارت حتى التقارير الدولية تتحدث عن سرقات قرن كبيرة وعظمى، وربما ما جرى فيما يتعلق بنور زهير هذا الأمر ربما قطرة في بحر من سرقات كبيرة في زمن نور المالكي. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، يعني من وجهة نظرك لماذا يغيب أو تغيب المساءلة والمحاسبة في العراق في ظل سلطة قانون يصفه أو تصفها كثير حتى من الكتل السياسية أنها إلى جانب النظام السياسي؟ يعني في المجتمعات الطبيعية وفي الدول الصحيحة التي تبنى مؤسساتها وأنظمتها الحاكمة على أسس إدارية وسياسية صحيحة، أي مسؤول إداري على مستوى وزير أو مدير عندما يتهم بتهمة الفساد يتم تقديمه بصورة سلسة إلى القضاء ومن ثم ينال جزاءه العادل. أما في العراق الصورة مختلفة، فاليوم يعني المسؤول الذي يتهم في الفساد تقف خلف أحزاب سياسية متنفذة، تقف خلف ميليشيات، وتقف خلف
جيوش إلكترونية تدافع عنه في لحظة المساس به من قبل القضاء أو من قبل مقال في صحيفة أو من قبل منشور بسيط على الفيسبوك. لذلك يعني تمتلك هذه الأحزاب السياسية في العراق يعني شبكات كبيرة من النفوذ تحميها من المساءلة القانونية، حتى أنهم يقوموا بترشيح قضاة كبار لمناصب عليا في المحاكم العليا من أجل الفصل في قضايا الفساد، وبالتالي يعني هي نفسها السلطة التي هي متهمة بالفساد هي ذاتها تمتلك السلطة وتمتلك القضاء. إذن يعني من يحاسب هذه السلطات؟ لذلك يعني هذه الأحزاب اتجهت نحو السيطرة على المؤسسات القضائية والرقابية، ومكنت هذه السيطرة الكثير من الشخصيات التي يعرفها وتخطها العراقيون من الإفلات، من العقاب، ومن أن ينالوا جزائهم العادل. لذلك يعني كل هذه الفساد وتغلغل الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات القضائية والأمنية يعني كانت عاملا مهما في تعزيز الفساد واستمراره. شكرا لكم أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي لتواجدك معنا في هذه الحلقة. أرحب بالأستاذ الدكتور هلال الدينامي الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال، بموازاة سرقة القرن هناك يعني نواب يفضحون هدرا جديدا للمال العام في العراق، يعني ربما سرقة القرن لا تعدو شيئا أمام هذه السرقة وضخامتها، سرقة ما يتعلق بالسكك الحديد. يا ترى يعني إلى أي مدى ترى أن القانون استخدم من أجل التغطية على سرقات يعني المال العام، سرقات ثروات العراق، وبالتالي تدهور العراق أكثر وأكثر؟ حيا لكم ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. قضية الفساد في العراق قضية منهجية حقيقة تتعلق بالاحتلال الأمريكي الذي أسس لهذه العملية السياسية وصمم وصنع هذا القدر الفاسد الذي أسس الفساد هي التي يرتكز عليها ابتداء، لأنه المحتل الأمريكي عندما أتى للعراق لم يأتي ليبني بلد أو ليصلح مجتمع، أتى لتدمير العراق وتدمير كل مؤسسات وعناصر بناء المجتمع العراقي وهدم المجتمع العراقي من كل النواحي. وبالتالي عندما تكون المؤسسة التي سلمت العراق هي مؤسسة اختيرت على أساس الأفسد والأفسد، لأنه المحتل لم يأتي بشريف، هذه قاعدة عامة، لأن أي محتل عندما يحتل بلد لا يبحث عن الشرفاء، لأن الشريف إذ يتقاطع ابتداء مع المحتل. وبالتالي الاختيار هذه الطغمة الفاسدة والأحساب هو الأساس، وتكوين القانون عندما يكون القانون هو الذي يحمي الفساد هنا تنتهي الدولة وينتهي المحاسبة، لا توجد محاسبة. لأن هناك مثل قديم يقول لمن تشتكي الحبة إذا كان القاضي دجاجة. بالضبط هذا ما يحصل في العراق في كل مؤسسات العراق، عندما يكون الذي يحاسب على الفساد هو الفاسد، فإذا تنتهي عملية المحاسبة ولم يسمع بها أحد. لأنه لو أردنا أن نضع مفهوم الدولة بالعراق لا يوجد مفهوم دولة، لأن الدولة فيها قانون، هذا القانون يحمي المواطن ويحمي الوطن. إذا عندما يقوم الناس الذين على تنفيذ هذا القانون هم الذين أسسوا للاحتلال وهم الذين جلبوا الاحتلال وهم الذين يدعمون الاحتلال. ونتذكر جيدا مذكرات الحاكم المحتل بول بريمر عندما قال عندما التقيت الطبقة السياسية وظننت أنهم سيسألون عن ماذا سنفعل العراق، قال أول سؤال سألنا ما هي مواردنا أو مصالحنا المالية أو ما هي مستحقاتنا المالية، قل اتكأت قليلا إلى الاقتصاد، هؤلاء هم السرقة واللصوص. وهذا الكلام موجود في مذكراتي، لا أتهمهم أنا به، ولكن الواقع الحال الذي يشير إليه واقع المجتمع العراقي أنه أولا شرعنة تشريع الفساد كقانون عام
2 السيطرة على مصادر الأموال، 3 تسليم الإخلاء القضاء من كل من يحارب الفساد بشكل حقيقي، وإفساد القضاء، لأنه عندك حقيقة السلطات التي يحتكم إليها الناس في كل بلدان العالم والقانون من يحكم هذا القضاة. فبالتالي العملية إفساد القضاء ووضع المسؤولين على القضاء من الطبقات الفاسدة، وأنجل نزولا إلى كل حتى الدرجات الوظيفية التي تمنح هنا وهناك، وعندما يكون بالأساس عندما يأتي المسؤول يشتري المنصب بملايين الدولارات، إذا هي من البداية أنه هذا الشراء للمناصب وفق السياسة المحاصصة الطائفية أو حتى ضمن الطائفة الواحدة، هناك بيع للمنصب. طبعا لما يكون هناك بيع للمنصب هناك استفادة من المنصب، فإذا أنت شرعنت الفساد منذ البداية وأعطيته ثمن، فبالتالي الذي يدفع هذه المبالغ يجب أن يستردها ويستردها بطريقته. 2 الأمر الآخر أنه الآن أصبحت ميليشيات هي التي تحمي الفاسدين، يعني ميليشيات تقوى من الدولة، والدليل على هذا كثير جدا، أنه من اعتقل فلان بتاجر مخدرات تظهر الميليشيا المسلحة وتقوم بمظاهرة داخل بغداد ويتم إطلاق سراح عنوة. إذا أين يحتكم المواطن الآن؟ المواطن الذي يذبح من الوريد إلى الوريد يحتكم إلى القضاء، يأتي إلى القضاء فيجد القضاء فاسدا، إذا لا محاكمة لهؤلاء. الأمر المهم أنه هذه السلطة كلها تحميها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني كل الأحزاب التي تحكم العراق الآن ودخلت في هذا القدر الفاسد هي محمية من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف الفاسدين وهي التي أتت بهم، لأنه هم أدوات الهدم ومعول الهدم النافذ في العراق لجعل العراق حقيقة يعيش في فوضى عارمة، وهذه هي سياسة الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في قطاع معين وإنما كل القطاعات. ما صرف على قطاع الكهرباء يكفي لأن تنشئ محطات توليد كهرباء تكفي الوطن العربي كله، 80 مليار دولار لو حسبت هندسيا على عدد السكان وعلى عدد من، ووضع ذلك قطاع الطرق والبناء والفساد الذي يصبح الأمور بيد الميليشيات. إذا انتهت هنا الدولة، لا توجد دولة. والأمريكان عندما أتوا للعراق حقيقة أسسوا نظام اللا دولة، بأنه بدأوا من كما تحدث في الكريم الأستاذ فتيان مشكورا، من أول تأسيس أسسوا الفساد وحمل الفاسدين، ومن ثم شرعنت ما تبقى، وبعد ذلك تمت المحاصصة الطائفية على المناصب والمكاسب على القوميات والأديان. والحقيقة التي أذكرها هنا أن كل الجهات الفاسدة كان لها حقيقة جهتين تسندهم، المراجع والمعممين ورجال الدين الذين ينافقون هؤلاء نافقا وأعطوهم السلطة دينية فوق على سرقاتهم، فبالتالي أصبح المواطن بين حيرة. يعني إذا أنا المعمم أو رجل الدين من كل الطوائف، لا أعتقد سنة أو شيعة وغيرها وغيرها، ولكن الكل عندما دعموا هذه المؤسسات وأعطوها سلطة وأعطوها الدعم خلينا نقول من الجانب الديني والروحي، أصبح المواطن في حيرة. إذا من الفاسد ومن الصالح؟ هذا هو الضياع الكامل اللي أصبح بالمواطن العراقي. نعم، ابقى معي دكتور هلال، سوف أعود إليك. دكتور فاروق، تهريب الدولار انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وفاقم معاناة العراقيين. العراق هو بلد يعتمد باقتصاده على الاقتصاد الريعي على النفط، 90% تعتمد الحكومات المتعاقبة في بعد احتلال العراق على النفط فقط في موضوع الاقتصاد، ليس هناك مثلا ميزان تجاري صادرات تقاس إلى نسبة الواردات مثلا، يعني ليس هناك استثمار في القطاع الخاص، استثمار في الثروة البشرية، مجرد أنه يعني يستخرجون نفط يبيعون النفط يحصلون على أموال من هذا النفط بسعر معين، ومن ثم يتم توزيع هذه الميزانية تحت مسمى تشغيلية وغير تشغيلية، كلها يتم صرفها على رواتب و يعني على بطالة مقنعة. هذا الاقتصاد الريعي يعني ألقى بظلال قاتمة ومظلمة على واقع العراق الاقتصادي المتهاوي الذي يعاني من تهريب الدولار أساساً.
هذا الفساد يعني كيف تنظر إلى تداعياته بالمستقبل مع هذا التمسك بموضوع الاقتصاد الريعي؟ كما ذكر الأخ هلال الدليمي أنه غياب المؤسسات، غياب المؤسسات وجعل كل شيء مستباح وأعطاء صفة الشرعية من خلال سواء دعم مرجعية معينة أو دعم الميليشيات أو دعم إيران أو دعم أمريكي، هذا خلى كل شيء مستباح بالعراق. للأسف لا زالت عملية تهريب الأموال وتهريب الدولار، يعني لا زالت هناك مؤسسات مصرفية تمارس عملية تبييض الأموال وتمارس عملية تهريب الدولار بصفقات وهمية، كأن على سبيل استيراد مواد كهربائية بمبلغ 100 مليون، المبلغ الحقيقي هو لا يتجاوز 4 مليون أو 5 مليون، يتم كأنما تم استيراد مواد ب 100 مليون ويتم تحويل 100 مليون خارج العراق، لكن عملية الاستيراد تتم بمبلغ لا يتجاوز 4% أو 5% من قيمة، وهذا اللي حاصل. إضافة إلى وجود ما يسمى بمكاتب الصيرفة، مكاتب الصيرفة موجودة في بغداد وفي أربيل وفي اسطنبول وفي دبي وفي عمان، هذه المكاتب وحتى الآن انتشرت في الكثير من الدول الأوروبية، هذه المكاتب تمارس عملية بيع التحويل بمبالغ معينة، يسلم في العراق مبلغ معين يتم الاستلام في باريس أو في لندن أو في دبي بشكل آخر. ولذلك للأسف إذا ما أعيدت عملية بناء مؤسسات الدولة سيستمر الفساد في كل دوائر الدولة وفي كل المؤسسات، سواء كانت في الجنوب أو الشمال أو الوسط، في القرية وفي الناحية وفي القضاء وفي المحافظة وفي الوزارات كافة. أنطيك على سبيل المثال، إحدى الدول الأوروبية، إحدى دول الاتحاد الأوروبي قدمت استقالتها رئيسة الوزراء لأنه تم اكتشاف أنه هي تتناول وجبة الفطور خلال فترة العمل من حساب هذه الوزارة، من مخصصات مجلس الوزراء، والمبلغ كان لا يتجاوز 360 يورو، ومع ذلك قدمت استقالتها لأنه اعتبرت نفسها أنه هي تجاوزت على المال العام. نفس الشيء حصل في أحد الدول الإسكندنافية، وزيرة الدفاع لأنه فول السيارة بمبلغ لا يتجاوز 45 يورو، ومع ذلك عندما تم المحاسبة لأنه كان يوم أحد مو أثناء الدوام استقالت من وظيفته. للأسف في العراق لا يوجد مثل هذا الشيء، يخرج النائب في البرلمان ويقول أنا استلمت مبلغ 3 ملايين دولار مشعان الجبوري من فلان ولأنني مارست معه كذا وكذا، يظهر محمود المشداني ويقول نحن سراق جميعا ولا يتم المحاسبة، المناصب يتم بيعها، المناصب يتم بيعها. لحد الآن الخلاف على منصب مجلس البرلمان لحد الآن قائم منذ أكثر ما يقارب العام. إذن للأسف يوجد مؤسسات في الدولة، وليس هناك أمل بوجود الميليشيات وبوجود هذه الأحزاب الطائفية وبوجود الدعم الأمريكي والدعم الإيراني. العراق لا يمكن أن، يعني كثير من الناس لا يعتبر الآن في العراق توجد دولة. الآن قبل يومين أو ثلاثة ظهر فضيحة أخرى في المرور، فضيحة الآن ابن وزير الدفاع وعملية تجهيز المواد الغذاء للقوات المسلحة بها يعني وسائل فساد عالية جدا. فإذا
للأسف لا يوجد أمل ضمن وجود هذه السلطة الموجودة حاليا. نعم، ابقى معي دكتور فاروق، سوف أعود إليك. دكتور هلال، يعني من وجهة نظرك يعني ما هي الحلول أمام قوى سياسية تتصارع على المناصب من أجل الفوز بالغنائم، يعني تعتبر يعني المنصب هو غنيمة من حقها، تستعبد الشعب في هذه الغنيمة، يعني الشعب فليذهب إلى الجحيم، ولكن هذا المنصب هو من حق الحزب، من حق الجهة السياسية مثلا التابعة إلى قوى إقليمية. من وجهة نظرك هل هناك حلول لمواجهة هذا الجبل العظيم إن صح التعبير من الفساد؟ هل حقيقة أن يرفع هذا القدر الفاسد من النار كما قال الرئيس الروسي سابقا؟ هذا القدر الفاسد الذي بما يحمل يجب أن يرفع عن كاهل العراق، وأن تكون هناك حقيقة إرادة دولية بهذا الأمر وإرادة وطنية عراقية، لأنه الشعب العراقي دفع ثمنا كبيرا ويدفع كل يوم من أبنائه ثمن لهذا الفساد الذي أصبح هو الصفة التي تطلق على المؤسسة العراقية أينما حللت في أي دولة بالعالم. يعني هناك شركات عالمية يعني حتى على المجال الشخصي يعني يقول نحن لا نريد أن نحمل في العراق، لأنه لا نريد أن نشوه سمعة منتسبينا، لأنه نحن ضد الفساد. ومنها شركات أمريكية، وأحدهم أنا قلت له من أتى بها أو لا، قال أنا لن أتى بها، أتى به بوش، أتى بهم بوش. لكن العملية الآن لما نتحدث عن الحل عراقي بإرادة وطنية عراقية شاملة وبتوافق دولي، لأنه لو لم يكن هناك دعم دولي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران ومن دول إقليمية للمؤسسة الفساد في العراق لما استمر. طيب دكتور، لأنه في سؤال، يعني ما يخرج من العراق من أموال، يعني أموال ضخمة جدا جدا جدا، يعني ربما نستطيع القول أن من خلال هذه الأموال ممكن بناء يعني بنية تحتية لدول كثيرة، ربما 10 دول، 12 دولة بأموال العراق ويزود منها. يا ترى ما هي المصلحة الأمريكية من جعل المال العام للعراقيين إن صح التعبير مالا بالدولار يذهب إلى الخزينة الإيرانية تحت مسميات عدة، ربما مسميات دينية أو طائفية أو سياسية أو غيرها، ما هي المصلحة الأمريكية من ذلك؟ الأمريكان لديهم مشروع أطلقنا عليه المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في الشرق الأوسط. يعني عندما نتحدث عن العلاقة الأمريكية الإيرانية تحديدا، أمريكا كانت بقواتها وبجيشها وبمخابراتها أتت إلى العراق وسلمت إيران مفاتيح السيطرة على العراق، ومن ثم سمحت له بالولوج إلى سوريا، وهي التي أمريكا ومن لفها هي التي مولت وسلحت وأنشأت الميليشيات وساعدتها حربيا، يعني في ما يسمى القضاء على داعش. وهذه العملية في حد ذاتها هي عملية انتقام من المناطق التي قاومت المحتل الأمريكي، وتم تصميم هذه اللعبة القذرة التي شاركت بها إيران، ومعروف الآن انكشفت كل أوراق أمريكا وإيران لديهم تخادم كبير، وهذا المحاترات الإعلامية وهذا كل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة على أرض الواقع. لأنه عندما تريد أن تحارب أمريكا إيران مثلا كما تدعي وكما يدعي هذا الإعلام الفاسد الضحك على البسطاء من الناس، أمريكا هي التي أطلقت يد إيران، وأمريكا هي التي لا تزال لا تريد أن تحاسب الميليشيات الإيرانية العاملة في العراق التي هي أسستها وهي التي مولتها وهي التي كانت تجهزها بالمعدات العسكرية لكي تنتقم من المناطق التي قاومت المحتل الأمريكي وأذلت المحتل الأمريكي. فبالتالي نلاحظ الآن بشكل واضح
أنه كذا ونضرب والمقاومة وكل هذا الكلام كله ليس له أساس من الصحة، لأنه المشروع الأمريكي الإيراني مشروع مستند على حقيقتين، كراهية العرب وكراهية الإسلام. الشيء الآخر أنه أمريكا عندما أتت إلى الشرق الأوسط لها نظرية مشروع كيسنجر، إذا تذكرون معي، اللي أطلق عام 1904، نظرية احتواء العراق وإيران، أي استخدام إيران للبث الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشق الصف الإسلامي من الداخل، ومن ثم توجه إيران تحديدا على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لخدمة من؟ هذه الخدمة بالأساس إضعاف الدول العربية وإضعاف الدول الإسلامية خدمة للكيان الصهيوني، وهذا حقيقة المشروع، ولهذا بدأوا بالعراق. لماذا العراق؟ لماذا غيره؟ لاحظ أنه هذا الكلام ربما يستغربه الكثيرين، لكن هذا واقع الحال. يعني لا يمكن لعاقل أن يعقل أنه أمريكا تأتي إلى تدعم دولة وتعطيها صلاحية وتطلق ميليشياتها لتكون تسيطر على العراق، ومن ثم تعبر إلى سوريا وتكون على تقارب كثير من الكيان الصهيوني، وهي تدعي بالإعلام أنها ضد الكيان الصهيوني. هذا لا يعقل، لأنه إذا حدث العقل بلا أن صدق فلا عقل له. الآن واقع الحال بالعراق، هذه الحكومة مرتبطة بإيران ارتباط رسمي وعلني. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لم تفعل شيء، لأنها هي التي تعطي هذه الحلقات الضوء الأخضر للعمل في العراق. ولو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف مسلسل الفاسدين في العراق وترفع هؤلاء الذي أتت بهم، وهي مسؤولة قانونا أمام المجتمع الدولي، هي التي أتت بهذا الفساد عليها أن ترفع، ولكن هي مستفادة، لأنه المشروع الأمريكي هو مشروع الفوضى الخلاقة التي أطلقت في الشرق الأوسط، وهو خير من يقوم بهذه الفوضى الخلاقة هو الجانب الإيراني، لأنه يمتلك كل عناصر الفساد وكل عناصر الإخلال والاضطراب. لأنه أنت تأتي على منظومة اجتماعية تشق الشق المنظومة الاجتماعية، وبدأوا بالعراق ومن ثم سوريا ومن ثم اليمن ومن ثم إلى جهات أخرى، والضغط على الدول العربية الأخرى صاحبة الدول الخليج تحديدا، هي الآن تحت التخوف، الخوف من إيران والخوف من المسلسل الأمريكي، وبالتالي وضعوها تحت بين المطلقة والسندان. وما يحدث بالعراق الآن خير دليل على أن هناك تخادم بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني. إيران تريد أن تسيطر على المنطقة وتعيد المشروع الفارسي الذي لن يكون مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أهلك كسرى لا كسرى بعد كسرى، وإذا أهلك قيصر لا قيصر بعد قيصر، وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نافذ بإذن الله. ولكن الطرفين يريدون التدمير. أمريكا أتت لتدمير القوة العسكرية العراقية والقوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسيطرة على منافع، ومن ثم أعطى دس للباقين. الآن أصبحت العمالة والخيانة علنا، وأصبحت السرقة مو عيب، يعني على مصطلحنا العراقي قبل الإبوك العيب، الآن أصبح التقرب من الفاسدين. وتشوف الآن بالإعلام وغيره من هم الذين يكون زمام الأمور الاقتصادية بالعراق، السراق يقدسون حتى اجتماعيا. يعني أنت المشكلة هذا الدبيب اللي وصل إلى المجتمع العراقي، أصبح الفاسد وصاحب المال الحرامي بين قوسين هو الذي يقدر في المجتمع، وأصبحت العملية السياسية تجمع كل هؤلاء. يعني ما تجمع شريف، عمرها ما احتوت معها شريف، لأنه هذا يتناقض ويتنافى مع المبدأ العام الذي يحمله الإنسان تسوي، لأنه فطرة الإنسان بني آدم يعني مجبولة على حب الدنيا وحب المال، ولكن كانت هناك الشرائع السماوية التي أتت لتحدد ما هو الحلال وما هو الحرام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال يبين والحرام يبين بينهما متشابهات. أما إذا أخذنا إحنا الحرام وسويناه هو قلبناه سويناه حلال، هو هذا الشريعة اللي نتحاكم بها، هذا هو ما يحدث في العراق. نعم دكتور هلال، ابقى معي لو سمحت. أستاذ فاروق، من وجهة نظرك هل سيتوقف الفساد، فساد النظام السياسي في العراق الذي يؤثر بشكل مباشر على المنظومة المجتمعية في العراق؟ يعني هل سيؤثر أو سيتوقف عند حدود العراق؟ كما هو معلوم يعني الفساد أدى إلى انتشار المخدرات، الفساد أدى إلى يعني سقوط وانحدار التعليم، سقوط وانحدار الواقع الصحي، الواقع الصناعي الخدمي كله معطل. يعني من وجهة نظرك هل هذه تمثل ربما عدوى لن تقف عند حدود العراق؟
بالتأكيد لن تقف عند حدود العراق. يعني احنا الآن على سبيل المثال في لبنان قبل يومين او قبل 3 ايام تم القاء رئيس البنك المركزي اللبناني بتهمة الفساد، و90% من هذا الفساد من الأموال اللي كانت موجودة في البنوك اللبنانية كانت من أموال الفاسدين العراقيين، وهذا معروف للجميع أنه الأزمة اللي حصلت في المصارف اللبنانية هي غياب أغلب الأموال العراقية، لأنه هم يعلمون أن هذه الأموال مسروقة، والمسؤولين عن المصارف قاموا بسرقة هذه الأموال وراح بها المسكين اللي وضع مبالغ رواتبه أو مبالغ جمعها من خلال عمله في دول الخليج أو في دول أوروبا. لذلك العدوى في الكثير من الفاسدين أخذوا عملوا منشآت في الأردن أو عملوا منشآت في دبي وفي دول أخرى. هذا بالتأكيد المال الفاسد يعمل من خلال إفساد المقابل، يعني لا يمكن أن الآن يحصل على الكثير من المراقبين دكتور. نعم الرشاوي. نعم دكتور. بهذا الجانب. فيما يتعلق دكتور فاروق فيما يتعلق ب يعني تبييض الأموال أو نشر المخدرات في أوساط المجتمع، إلى أي مدى تعتقد أنه ضمن سياسة الفوضى الخلاقة تم نشر المخدرات في الدول المجاورة للعراق وخاصة يعني الدول العربية عن طريق إيران، فبالتالي يعني المتسبب الأكبر في عملية الفساد وضرب المنظومة المجتمعية في الدول العربية ذات الطابع الإسلامي هو الاحتلال الأمريكي وتوابعه؟ بالتأكيد عندما كان العراق في دولة وفي سلطة مركزية لم تكن المخدرات تشكل أي عائق أمام المجتمع العراقي، ولم تكن هناك مدينة أو مدرسة أو جامعة أو أي مؤسسة يذكر أن شخصا ما تناول المخدرات في هذه المؤسسة أو في هذه الجامعة. الآن للأسف المخدرات منتشرة بالمدن، عندما لا توجد سيطرة على هذه التجارة بالتأكيد تنتقل. عندما نعلم أن الحدود العراقية السورية هي شبه مفتوحة أمام الميليشيات، والحدود السورية اللبنانية نفس الشيء، ولذلك السلطات الأردنية على مدى أعوام كثيرة يعني خاصة خلال 10 أعوام الماضية واجهت صعوبات كثيرة في التصدي لتجار المخدرات اللي يحاولون دخول الأردن من خلال سوريا أو من خلال العراق، ونفس الشيء يحصل في الحدود العراقية السعودية. تحاول الكثير من المنظمات أو الشخصيات اللي مرتبطة بمنظومة تجارة المخدرات ترويج هذه المخدرات والانتقال بها إلى الدول المجاورة للحصول على أموال وربح وفير، ومنها لتنفيذ خطة مرسومة مثل ما ذكر الأخ هلال، أنه هذه الخطة المرسومة هو نعم العراق استهدف كبلد، ولكن العراق أولا تمهيدا لتدمير الدول الأخرى في المنطقة سواء دول الخليج العربي أو دول سوريا أو مصر أو الأردن أو الدول العربية الأخرى. نعم دكتور فاروق. دكتور هلال من وجهة نظرك يعني الآن أمام الشباب العراقي المتضرر الكبير أو أكبر فئة متضررة في العراق من جراء الفساد هو الشباب العراقي، يعني عندما نتحدث عن تريليونات الدولارات منذ احتلال العراق إلى الآن، مليارات الدولارات، أرقام مهولة، يعني الشاب العراقي يخرج في تظاهرة من أجل التعيين، من أجل الحصول على فرصة عمل، في حين أن هناك حيتان كبيرة بالفساد تهرب الدولار إلى خارج العراق أو تجري عمليات تبييض أموال وترتفع أسعار العقارات
وبالتالي يضيق العيش على الشاب العراقي. هنا من وجهة نظرك أمام منظومة الفساد الكبيرة والعظيمة التي يحمل لواءها نظام المحاصصة، ماذا على الشاب العراقي أن يفعل؟ احنا بالاطار الدعوه نقول نسال الله سبحانه وتعالى يعين الشعب العراقي، كل الشعب العراقي، على هذا الابتلاء الكبير. لانه حقيقه الان يعني نتذكر عندما قامت ثوره تشرين ماذا اطلقت الحكومه وميليشيات ايران وايران، وقامت بالقتل البشع امام كل العالم. قتل اكثر من 10,000 وجرح اكثر من 40,000. انت تتخيل انه عندما أواجه الموت من أجل الحياة أصبحت هذا هو حقيقة الشعب العراقي. لأنه عندما تم تدمير المؤسسات العراقية، لا صناعة ولا زراعة ولا مصالح تستثمر في العراق، العراق عبارة إن حتى المفردات البسيطة اللي كان العراق يتميز بإنتاجها الآن أصبح يستوردها من الخارج، حتى الخضرة. شيء آخر، عندما يصمم النظام الاقتصادي لدعم دولة أخرى على حساب المواطن العراقي، يعني نحن نأخذ قطاع الكهرباء مثلا، وهو واضح جدا، أنا بلد منتج للنفط وعندي من بلدان الأولى العشرة الأولى بإنتاج البترول، ولكني لا أستخدم البترول في المحطات التي تولد الكهرباء، أستخدم الغاز الإيراني الذي لا أمتلكه، أجيبها من إيران حتى أدفع فلوس لإيران تحت هذا القطاع. أي عاقل يقبل هذا. لكن الواقع الحالي اللي فرض على المواطن العراقي الآن، يعني أنت تريد من الشاب العراقي أن يقاوم مؤسسة فساد دولية مدعومة دوليا، يعني المواطن العراقي يقاوم هذه الحكومة، ولكن عندما قام برفع قام بالتظاهر أطلقت يد الميليشيات ويد الحكومة والجيش والمخابرات بقتل هؤلاء الناس. إذن المسألة حقيقة أنه يجب أن يكون هناك ثورة عراقية عارمة بمعنى الكلمة، تجمع كل فئات الشعب العراقي وكل مواطن عراقي غيور، لأنه رفع هذا القدر الفاسد يتطلب التضحية. وإذا لم نضحي سوف والآن يسعون إلى إفساد ما تبقى من المجتمع العراقي بالقوانين زواج القاصرات وما إلى ذلك، ويدعون الإسلام. طيب هل تريدون أن نطبق الإسلام على حد السرقة قطع اليد؟ والله لن تجد أحد في المنطقة الخضراء ولا في الحكومة ولا في يديه سنين عمرة حارة إلا قطعهم إربا، حتى مثل ما قال واحد عراقي، قال لو يسوهم جاجيك ما يلحقون. إذا أنت من تيجي تطبق الشريعة الإسلامية وأنت لابس عمامة، طبق حد السرقة اللي نص عليه القرآن الكريم، ونصت عليه السارق فقطع يده، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء لما كتب نكالا من الله. يعني إذا ردنا نطبق هذا، إذا تطبق الإسلام، تطبق كلنا أحزاب إسلامية والإسلاميين هم اللي يحكمون العراق الآن. طيب أخي، طبق حد السرقة عليه على نفسك وعلى أحزابك اللي موجودة وعلى الآليات اللي موجودة. لا. والله لن تجد أحد بالمسؤولية، وأنا أجزم هذا، لا تجد أحد إلا من رحم ربي ما تقطع يداه وتقطع حتى رده، ولا ممكن أنه يختص منه بهذا الشكل، لأنه الفساد أصبح مؤسسة لا حدود لها. نعم، استخدام الدين في الاستحواذ على المناصب والاستحواذ على أموال العراقيين وديمومة عملية الفساد، هذا ليس بالأمر الغريب على نظام المحاصصة ورموز نظام المحاصصة. اسمح لي دكتور هلال انتقل لدكتور فاروق. دكتور فاروق، المال السياسي مال الفساد، يعني مال الفساد مال يعني عظيم كبير ضخم، أرقام ضخمة. تسمعني دكتور؟ نعم هسه شوية. إيه دكتور، يعني في ضوء الاستحواذ على المال السياسي، الآن الميليشيات والأحزاب لديها مصدر قوة يعني كبير، هل يمكن لهذه الميليشيات المدعومة من إيران أن تكمل مشروع إيران في المنطقة بأموال العراقيين؟ والله اللي دا يجري خاصة خلال يعني من بعد ما أسس ما يسمى الفتوى
الجهادية وما يسمى بالحشد الشعبي، يعني مثل ما ذكر ضيفك الكريم حول مسألة داعش وما بعد داعش بعد أن دمروا المحافظات. بالتأكيد سيطروا الآن وأصبح لهم نفوذ وأصبح لهم تواجد في الحكومة وتواجد في السلطة وتواجد في البرلمان، وأصبحوا يمثلون ضمن المنظومة العسكرية وضمن ويحصل مخصصات تزيد على المليار ونصف مليار دولار سنويا مضاف إلى الأسلحة. لذا هم الآن يشكلون القوة الأساسية في للأسف في السلطة، وهذا هو أساس الفساد في يعني الفساد ليس الفساد المالي فقط، وإنما الفساد المالي ربما جزء، الفساد اللي يعني استشرى في البلد نعم وفي ما كل وراء مناحي نعم الحياة مع شديد للأسف. يعني ما وراء الفساد المالي، هل ما وراء الفساد المالي في العراق إكمال مشروع إيراني في المنطقة؟ هم المحاولة الأساسية هو كما ذكر يعني خميني في البداية في بداية استلامه للسلطة أنه التوجه انطلقنا الآن وصلنا إلى طهران وغدا التوجه إلى كربلاء ومن كربلاء إلى بغداد ومن بغداد إلى دمشق ومن دمشق طرح مشروع تحرير القدس، وهذا عملية كذب وافتراء، وضمن المخطط هو تحرير الحرمين. إذن المخطط الإيراني للأسف استطاع خلال السنوات العشر الماضية أن يحقق الكثير رغم أغلبية الشعب، ولكن الدعم الأمريكي للميليشيات وللسلطة الحاكمة في العراق، وكذلك غض النظر عن سيطرة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان ودعم نظام بشار الأسد، هذه الخطوات دعمت التوجه الإيراني، ولكن إرادة الشعوب دائما إن شاء الله تنتصر. الشعب السوري لا يرغب في إيران، وكذلك لبنان وكذلك العراق وكذلك الدول العربية الأخرى، وإن شاء الله الأمل بشعبنا العراقي هو الأساس أن هذه المخططات، خاصة إذا علمنا أنه في آخر انتخابات لم تشكل هذه السلطة نسبة 12% من أصوات الشعب العراقي. شكرا جزيلا دكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق، وشكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي العراقي، وشكر موصول للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، في أمان الله.